أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى، إليكم العناوين. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي أمس بمسجد آل فاس بالمشور السعيد صلاة عيد الفطر، ويتقبل جلالته بعد الصلاة تهانئ العيد. إعادة تأهيل فضاء غابة كاب سبارتيل بطنجة التي تعد موقعا بيولوجيا وإيكولوجيا مهما بالمنطقة بعد الحريق المهول الذي لحق بها سنة 17 و 2000. والمنتجعات السياحية والمدن الشاطئية عبر ربوع المملكة تستعد لاستقبال الوافدين عليها خلال عطلة الصيف، والنموذج نقدمه من مدينة مارتي. السلام عليكم. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل أمس بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد صلاة عيد الفطر، وبعد أداء الصلاة تقبل جلالة الملك تهانئة العيد. إليكم التفاصيل. هو اليوم الملقب بيوم الجائزة، يفرح فيه المؤمنون بما أفاء الله عليهم من جزيل الثواب على فريضة الصيام وسنة القيام. وإن من كمال فضل الله وتمام نعمته على أمة الإسلام ومن بشائر فوزها وسعادتها الدنيوية والأخروية ما أكرمها به من الأيام الفاضلة وخصها به من الليالي المباركة وجعلها أيام خير ويمن وبركة. ومن جملة تلك الأيام الفاضلة أيام عيد الفطر السعيد. وسيرا على نهج الأسلاف واهتداء بسنة نبينا محمد عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم، أدى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله صلاة العيد في مناسبة دينية غالية هي شعيرة من شعائر الدين، ومناسبة لشكر الله على ما هدى إليه عباده من نعمة الإسلام دين الوسطية والاعتدال. في أجواء إيمانية تشيع خشوعا وخضوعا للخالق سبحانه، أدى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله صلاة العيد محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل. سبح المسبحون. وبعد آداء الصلاة ذكر الخطيب في خطبة العيد بأن المسلمين عاشوا طيلة أيام رمضان في ظل الأجواء الإيمانية والنفحات الربانية، وتقلدوا فيه وشاح العبودية الخالصة لله، مضيفا أن هذا الشهر الفضيل يشكل لحظة إيمانية ومناسبة للأمة الإسلامية للالتحام حول قيم التضامن والمشاطرة والإيثار. وأكد الخطيب أن هذا الشهر تميز بالدروس الحسنية التي يترأسها أمير المؤمنين الذي يقود الصحوة الإيمانية، وهي دروس فاح عطرها وذاع صيتها، وصارت على مر السنين تشكل إشعاعا إسلاميا متجددا وعطاء فكريا حضاريا منفتحا يعرف بالصورة الناصعة للإسلام. بعد آداء الصلاة والاستماع لخطبتي الإمام، تقبل أمير المؤمنين التهاني بالمناسبة من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد ببلادنا. وفي هذا المقام نستحضر ما بذله المغرب طوال مسيرة العمل الإسلامي المشترك وما يزال من أجل دعم أركان البيت الإسلامي وخلق فضاء إسلامي رحب ينظر إليه الآخرون بعين الاحترام والتقدير. في كل مرة تمر فيها الأمة العربية والإسلامية بأوقات عصيبة، يحرص المغرب على توحيد الكلمة والدعوة إلى توحيد المواقف واتخاذ قرارات في مستوى الأحداث. ومنذ توليه العرش ظل جلالة الملك سباقا وما يزال إلى تعزيز التضامن الإسلامي وتقوية التعاون بين البلدان الإسلامية. عقب آداء الصلاة والاستماع لخطبة العيد وتقبل التهاني من أعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد ببلادنا، غادر أمير المؤمنين مسجد آل فاس
عائدا في حفظ الله ورعايته إلى القصر الملكي بالرباط، حيث تقبل التهاني والتبريك بهذه المناسبة الدينية الجليلة، فيما دوت طلقات مدفعية ابتهاجا بالعيد السعيد. من بين مقاصد الأعياد الالتقاء بين المسلمين والاجتماع فيما بينهم، وهو ما تجلى في صلاة العيد، ذكر واحد وشعور بالانتماء لرابطة واحدة، وإيمان يوحد القلوب تحت راية واحدة، راية الإسلام، وشعار واحد وشعار التوحيد لله عز وجل. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين التهاني بالمناسبة، وفي مقدمة المهنئين صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل. من الله على هذه الأمة بمناسبات جليلة نستحضر فيها معاني القيم الإسلامية السامية ودلالات الترابط المكين الذي يجمع مختلف مكونات الأمة في انسجام مع المقاصد الكلية للدين الداعي إلى الترابط والتعاضد ورص الصفوف وتحقيق الوحدة والتكامل. جهود مضنية وعمل دؤوب متواصل برسم معالم مستقبل واعد مشرق على درب التحديث والتجديد والبناء والتشييد بسياق المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي المرتكز على مضمون اجتماعي واقتصادي يتيح لمجموع المواطنين داخل الوطن وخارجه فرص الاستفادة من خيرات بلدهم. منهج جلالة الملك في التدبير يستهدف تقوية استراتيجية التنمية ضمن تصور لا يقتصر على تقوية المجال وتأهيله، وإنما يتعداه إلى تأهيل كل مستويات الحياة وكل ما يتصل بمواكبة العصرنة والتحديث واستشراف آفاق المستقبل. وضمن المنظور المستقبلي المتناسق ألح جلالة الملك على إنجاز إصلاحات عميقة ومشاريع هيكلية تمكن من تحقيق المزيد من المكتسبات. واللهم لك الحمد على هذه النعم، وأدم علينا نعمة التلاحم بين قيادة حكيمة وشعب وفي عاهد الله على المضي قدما في طريق الوحدة والتضامن والعزة والكرامة. في موضوع آخر، وفي المجال البيئي، تعد غابة كابس بارتيل بطنجة موقعا بيولوجيا وإيكولوجيا مهما، ونظرا لدور الغابة في الحفاظ على التوازن البيئي، وبعد الحريق المهول الذي لحق بالغابة سنة 2017 سطرت المندوبية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر برنامجا استعجاليا لإعادة تأهيلها. أنيسة بومدي وسعيد نجح. بعد سنتين على حريق مهول أتعلى ما يفوق 300 هكتار، غابة كابس بارتيل تحيا من جديد. ولتأهيل الفضاءات المحروقة وضعت المندوبية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر برنامجا استعجاليا سطر مجموعة من التدخلات بغلاف مالي ناهز 9,600,000 درهم. قامت المديرية الإقليمية بإنجاز 78% من الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج. المديرية الإقليمية خدات فيه بعين الاعتبار إضافة على الملائمة ديال البيئة ديال الموقع، خدات بعين الاعتبار الحساسية والقابلية الاشتعال ديال أنواع الأشجار، ومن بين الأشجار اللي تم الغرس ديالها هنايا كاين الصنوبر الكناري، وكاين ليزوكاليبتيس، كاين الكازوارينا. عملية تأهيل الموقع شملت تشجير مساحة 200 هكتار وتشجير تكميلي على مساحة 20 هكتار، وقد رصد لهاتين العمليتين غلاف مالي يقدر ب1,600,000 درهم. وللحفاظ على التوازن البيئي للمجال الغابوي دخلت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في عدة شراكات مع المجتمع المدني.
هناك دور ثاني اللي هو مهم ألا وهو التركيز على أهمية المحمية الطبيعية. فنحن في غابة كابس باكتيل تحتوي على محمية طبيعية، فيعني الهدف ديالنا من جهة هو يعني إكساء ثقافة يعني ما يسمى بالنزاهة المواطنة، نزاهة مواطنة يعني على أننا يمكن أن نقوم بنزهة فيما يخص في الغابة ومع احترام يعني الخصوصيات ديال المنتزه الطبيعي وديال هذه المحمية. غابة كابس باكتيل فضاء ذو أهمية بيولوجية وإيكولوجية، وعملية التخليف اختارت أصناف الأشجار الملائمة للموقع ومدى حساسيتها للحرائق. وللحديث حول أهمية الاعتناء والحفاظ على الفضاءات البيئية والتحديات المطروحة على الفاعلين في المجال، نستضيف عضو الائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة السيد الحبيب جدي. السيد الحبيب أهلا بك. العالم يحتفل باليوم العالمي للبيئة، بالنسبة لكم ما هي أبرز التحديات المطروحة على الصعيد الدولي وماذا يمثل لكم كائتلاف الاحتفال بهذا اليوم العالمي؟ شكرا. في البداية بأن اليوم العالمي للبيئة يعد مناسبة للوقوف على وتقييم المجهودات المبذولة من طرف الحكومات والدول لمحافظة على البيئة ومدى احترام هذه الدول للمواثيق الدولية. ثانيا بالنسبة للتحديات المطروحة على مستوى المجتمع المدني، كما كتعرفوا بأن المجتمع المدني هو كل أيام السنة هي أيام بيئية، ومن هذا الخلال أن التحديات على مستوى المجتمع المدني كنلقاو بأن كاين تحديات على المستوى العالمي وهي أساسا كترتكز على حد من التغيرات المناخية هذه في المرحلة على المستوى العالمي، ولكن على المستوى الوطني التحديات هي راهنة بالحد من جميع المظاهر التلوث التي تتسبب في تلوث الماء الذي نشربه أو الغذاء الذي نأكله أو الهواء الذي نستنشقه. إذن السيد الحبيب جدي، يعني أنتم كائتلاف كيف ترون المجهودات المبذولة على الصعيد الوطني لحماية البيئة في علاقتها بتحقيق التنمية المستدامة، ونتكلم مثلا على مشروع الحزام الأخضر المحيط بالعاصمة الرباط؟ نعم شكرا. ان المجهودات فعلا المجهودات المبذوله يعني في مجال المحافظه على البيئه على المستوى الوطني يعني لا يمكن ان نكون المجهودات التي تبذل، لكن تبقى في 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 الحقيقه يعني خجوله جدا، وذلك راجع في بعض الحالات الى عدم التنسيق بين القطاعات الحكوميه والمجتمع المدني وجميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في هذا الشان. وخير مثال هو ان بلغنا على مستوى ديال الحزام الاخضر اللي كاين منطقة ديال الرباط، هو الحزام الأخضر فعلا قامت مجهودات جبارة على مستوى الحكومات، وعندما أصبح وجهة ديال المستثمرين أو المنعشين العقاريين عملت الحكومة على إدماجه ضم العقار الوعاء العقاري الذي يتواجد في الحزام الأخضر يعني ضمن الملك الغابوي. وأنتم نعرف أن الملك الغابوي من الصعب يعني استعماله في مجالات أخرى إلا إذا دعت الضرورة وإذا كانت المدفعة العامة يعني في الـ في الـ في إذا دعت الضرورة لذلك. إذن وهذا يحسب هذا يحسب للحكومة لأن حافظت على هذا الفضاء. يحسب للحكومة. نعم يحسب للحكومة، ولكن هذا الهدف هو لاستدامته، ولكن احنا كمجتمع مدني يعني املنا كبير في الحكومة ان تلعب دورا مهما في هذا المجال، لا نفكر في استدامته، ولكن هو يجب اقحامه في التنمية المحلية المستدامة، ونطلب تهيئته حتى يرجع مجالا للترفيه والتنزه والسياحة الايكولوجية ويكون محجا للساكن ديال مدينه الرباط وسماره حتى يخفف الوطء على الفضاءات الغابويه المتواجده بنواحي مدينه الرباط وساله وسماره. اذا السيد الحبيب كسؤال اخير، بالنسبه لكم ما هي الرهانات المجتمع المدني المغربي في مجال المحافظه على البيئه باعتباركم عضو في ائتلاف يعنى بهذا المجال؟
الرهانات المهنات الاساسيه هي تنقسم الى قسمين. هو ان هناك رهانات على مستوى العالمي، ورهان على مستوى هو الحد من التغيرات المناخيه ويعني والتكتل مع المجتمع المدني البيئي العالمي، وتشكيل قوة ضاغطه من اجل اسماع صوت هذا المجتمع على في المحافل الدوليه المتعلقه بالمحافظه على البيئه بجميع انواعها. ثانيا على مستوى الوطني هناك كما سبق سلف جميع التحديات المطروحة في المحافظة على البيئة هي واردة، وسنقسم إلى أربعة تقريبا إلى أربعة محاور. المحور الأول هو الحد من إشكالية تلوث الماء والهواء يعني باختلاف انواع وخاصه المياه الانهار والبحار والعيون. ثانيا هو الطريقه ديال محاربه اشكاليه النفايات السائله والصلبه ومراقبه المطارح النفايات ومعالجتها بطريقه مستدامه. ثالثا هو ان الحد من اشكاليه تدهور الغطاء الغابوي على المستوى الوطني وكذا المناطق الخضراء المتواجده بالمناطق الحضرية. وفي الإطار نحن نسمي الإجراءات المتخذة من طرف القطاع الحكومي وخاصة المياه والغابات بما يتعلق بتهيئة الغابات المتواجدة بالمجال الحضري أو المحادية للمجالات الحضرية كغابات حضرية. وبهذه الطريقة أنك كنسميهم يمكن أن نعتبره مولود جديد بالنسبة للمناطق الترفيه بالنسبه للساكنه ديال الحواضر. هناك نلقى حدائق ونلقى منتزهات حضاريه وكنلقى غابات حضاريه او شبه حضاريه التي تلعب دور اساسيا في التربيه والتحسيس النشء. اذا السيد الحبيب بجدي عضو الائتلاف المغربي للمناخ والتنميه المستدامه، شكرا على مساهمتك معنا في اخبار الظاهره، كنت معنا مباشره من الرباط. الشكر موصول. الشكر موصول. مستهل الخبر الدولي للنشر بملف الأزمة السياسية بالسودان، فقد أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم أنه علق بشكل فوري أو بمفعول فوري عضوية السودان في المنطقة في المنظمة القارية إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية بشكل فعلي وحل الأزمة الحالية. في غضون ذلك رفض قادة الحركة الاحتجاجية عرض المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للتفاوض مطالبين بالعدالة بعد عمليات قمع أوقعت عشرات القتلى. تقرير فرح سعف. غدت إعلان لجنة الأطباء المركزية مقتل 100 مدني وثمانية خلال فض قوات الدعم السريع الاعتصام بمحيط مقر قيادة الجيش في الخرطوم. قالت وزارة الصحة السودانية في بيان عممته وكالة الأنباء الرسمية سونا إن عدد القتلى لم يتجاوز 46. الرقم الذي أفصحت عنه وزارة الصحة سرعان ما كذبته لجنة الأطباء المركزية التي أكدت أن 40 جثة فقط عثر عليها في مياه نهر النيل، مشيرة أيضا إلى سقوط 326 جريحا جراء أعمال القمع التي وقعت بداية الأسبوع. في غضون ذلك رفض قادة الحركة الاحتجاجية عرض المجلس العسكري الحاكم للتفاوض ودعوا إلى تحقيق العدالة والمحاسبة قبل الحديث عن أي عملية سياسية. المعارضة التي تقود الاحتجاجات السلمية في السودان شددت في ذات السياق على مواصلة كل أشكال النضال السلمي والعصيان المدني في مواجهة المجلس العسكري الحاكم. رفض المعارضة عرض الحوار جاء بعدما أكد نائب رئيس المجلس العسكري الذي يقود قوات الدعم السريع أن البلاد لن تنزلق إلى ما سماها الفوضى. تحيي فرنسا اليوم ذكرى إنزال حلفاء على شواطئ النورماندي قبل 75 عاما بحضور شخصيات محورية لعبت دول دورا هاما في عملية الإنزال، وشكلت العملية نقطة تحول في مسار الحرب العالمية الثانية. ويحضر احتفالات هذه السنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة آخرين. وأدت معركة النورماندي في 6 يونيو إلى تحرير أوروبا وساعدت في إنهاء الحرب العالمية الثانية.
انطلقت اليوم بالعاصمة الشمالية لروسيا سان بيترسبرغ فعاليات منتدى بيترسبرغ الاقتصادي الدولي بمشاركة ممثلين عن 140 دولة، ويعتبر المنتدى من التظاهرات المميزة في عالم الاقتصاد والأعمال، حيث يلتقي فيه قادة القوى السياسية والاقتصادية، ويشارك فيه بشكل سنوي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويحضر هذا العام الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي تعرف بلاده مشاكل تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وحسب المنظمين فقد تم إبرام أزيد من 550 اتفاقية بأكثر من 38 مليار دولار خلال نسخة السنة الماضية من المنتدى. منحت الصين اليوم تراخيص تجارية لتشغيل شبكة الجيل الخامس إلى 4 شركات محلية، وتسعى بكين بذلك أن تصبح الرائد في العالم في تكنولوجيا الاتصالات وسط منافسة حامية مع الولايات المتحدة. وتوفر شبكة الجيل الخامس في تكنولوجيا الاتصالات نقلا أسرع للبيانات، ويمكن أن تعزز تكنولوجيات مثل القيادة الذاتية والتشخيص الطبي عن بعد والدفع عبر الهاتف. نواصل بقية أخبار النشرة بالتتويج الذي حصلت عليها المدرسة المغربية لعلوم المهندس خلال فعاليات المعرض الدولي للاختراعات التي اختتمت مساء أمس بمدينة كاتوفيتسي جنوب بولونيا. فقد حصل المغرب من خلال المدرسة المغربية لعلوم المهندس على ميداليتين ذهبيتين بخصوص 2 من اختراعاتها الرئيسية سمارت ترافيك وسمارت فاكتوري 4.0. كما حصلت المدرسة المغربية لعلوم المهندس على 5 جوائز تشريفية أخرى منحت من قبل الجمعيات العالمية للملكية الفكرية، إضافة إلى الجائزة الكبرى للجمهور. تستعد العديد من المنتجعات السياحية والمدن الشاطئية عبر ربوع المملكة خلال هذه الأيام لاستقبال زوارها بمناسبة العطلة الصيفية التي ستنطلق بعد أيام. ومن بين المدن التي يكثر عليها الإقبال خلال عطلة الصيف مدينة مارتيل، التي باشرت منذ مدة برنامجا شاملا لتأهيل الفضاءات التي يتوافد عليها الزوار المدينة. روبورتاج فن شاكر العلوي، عبد العلي جنوني ويوسف مزياني. مارتيل تتزين لاستقبال محبيها المقبلين عليها صيفا، تأهيل للمساحة الخضراء، صباغة الواجهات والشوارع، تنظيف الشاطئ والاهتمام برماله وصيانة التجهيزات، أشغال تنجز بعناية من طرف الجماعة الترابية لمارتيل بتنسيق مع المصالح المفوض لها تدبير كل قطاع على حدة، والهدف جعل المدينة في حلة بهية تسر زوارها. تعريف مدينة مارتيل استقبال العديد من الزوار من مختلف مدن المملكة ومن مدن خارج عن المغرب. لهذا الاعتبار تقوم الجماعة بتعبئة جميع المصالح الجماعية وتعبئة جميع الشركات المفوض لها العديد من القطاعات من قطاع النظافة وقطاع المساحات الخضراء للقيام بالأشغال والقيام بالعديد من البرامج لاستقبال هؤلاء الزوار. مارتيل الجوهرة المتوسطية تشكل إحدى الوجهات الأكثر ارتيادا من لدن السياح صيفا، سواء المغاربة منهم أو الأجانب، ولهذا الغرض تستعد المدينة مع بداية كل موسم صيفي لاستقبال ضيوفها الذين يجودون مبتغاهم بها. مارتيل دائما تستقبل الضيوف بكل ترحاب وما كتبخاش عليهم من ناحية التنظيم اللي كيكون هنايا من ناحيه الامن، يعني انسان كيجبر الراحه ديالو مع وليداته. مدينه عجيبه، مدينه ممتازه، والحمد لله دابا مع هاد النظافه اللي وقعت وهاد المهم مدينه ممتازه. مارتيل إذن تتجهز وتتجمل لاستقبال محبي شاطئها ممن سكنتهم المدينه بهدوئها نظافتها وحسن معامله اهلها. في الخبر الرياضي، أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم أن لاعب المنتخب. وقبل التذكير بالعناوين نذكركم بأنه وعند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد القادم ستتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة، وذلك حسب بلاغ لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. إلى التذكير بالعناوين. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي أمس بمسجد الفاس بالمشور السعيد صلاة عيد الفطر، ويتقبل جلالته بعد الصلاة هانئة العيد.
إعادة تأهيل فضاء غابة كاب سبارتيل بطنجة التي تعد موقعا بيولوجيا وإيكولوجيا مهما بالمنطقة بعد حريق مهول لحق بها سنة 2017. المنتجعات السياحية والمدن الشاطئية عبر ربوع المملكة تستعد لاستقبال الوافدين عليها خلال عطلة الصيف، والنموذج قدمناه من مدينة مارتيل. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء غدا بحول الله.